سجلت القوات العراقية المتجهة نحو الساحل الأيسر لمدينة الموصل تقدما على الصعيد الميداني بهدف تحرير المدينة من داعش. وأفادت مصادر عسكرية عراقية باقتحام القوات العراقية لأحياء سومر الميثاق الكرامة الصناعية وحي الوحدة في الساحل الأيسر شرقي الموصل، وذلك بإسناد من مقاتلات التحالف الدولي. وفي السياق نفسه تحدث ضباط في الجيش العراقي عن استعادة حوالي 60% من الحي الصناعي شرقي الموصل في معارك لا تزال مستمرة اليوم الثلاثاء. وأضاف مصدر عسكري أن نحو 182 فردا من داعش قتلوا خلال معارك الاثنين وخلال الغارات التي نفذتها طائرات التحالف على مواقع التنظيم، في حين أعلن الجيش العراقي إحباط 14 هجوما انتحاريا بسيارات مفخخة خلال معارك الموصل، وهي أعنف هجمات يشنها التنظيم منذ انطلاق المرحلة الثانية من المعارك يوم الخميس الماضي. في المقابل يبدو أن الهجمات الانتحارية التي بدأ التنظيم بتنفيذها في بغداد وكان آخرها في سمراء تأتي بغية تخفيف الضغط عن الموصل وخسائره هناك. وأتت الهجمات في بغداد بعد تحقيق القوات الأمنية تقدما ميدانيا في الموصل، حيث ضيقت القوات العسكرية الخناق على أفراد داعش شرقي الموصل واستعادت مناطق كان التنظيم يتوعد بعدم التفريط فيها. معي من جدة الخبير الأمني والعسكري داود السعدي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد داود. إلى أي درجة أخفق داعش في تحقيق هدفه من خلال هجمات سمراء وبغداد بتخفيف الضغط على القوات العراقية، خاصة تحدثنا في المقابل عن تقدم أيضا القوات العراقية في الموصل، لم يردعه داعش من هذا، يعني نتحدث عن تدمير مقري الحسبة وجن الخلافة بالموصل أيضا كما أعلنت القوات العراقية. يعني حقيقة يبدو أن ذلك لن يؤثر كثيرا على سير العمليات في الموصل، خاصة وأن الأسبوعين الأخيرين أو العشرة أيام الأخيرة شهدت أسلوب جديد استخدمه داعش لتخفيف الضغط الذي يواجهه أمام قوات مكافحة الأرهاب وقوات الأمنية في الموصل، الذين تقدموا بشكل كبير جدا بعد أن كان التقدم بطيء خلال العشرين يوم الماضي، يبدو التقدم اليوم أسرع. الهجمات استهدفت ثلاث مدن هي سامراء وبغداد والنجف، كان آخرها في سامراء استهدف نقاط للتفتيش ونقاط عسكرية، وهي المنطقة الأقرب باتجاه شمال العراق أي باتجاه مناطق الموصل في الجانب الغربي. كذلك شهدت مدينة بغداد أكثر من تفجير، يعني البعض منها انتحاري. شهدته مدينة الصدر يوم أمس وجه إليه أو أشار إليه رئيس الوزراء العراقي، والذي استهدف أيضا مدنيين وعمال من الطبقة البسيطة جدا في مدينة الصدر وتحديدا في ساحة 55، إضافة إلى عدة تفجيرات وصلت إلى أكثر من 11 تفجير. أنا باعتقادي أن تلك التفجيرات هي محاولات يائسة من تنظيم داعش لربما إشغال القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد ومدن مهمة مثل النجف وكربلاء ذات الأغلبية، وهي مدن تمثل جانبا دينيا للعراقيين، وبذلك ربما يحاول داعش الضرب في مناطق ربما تمثل شيئا للعراقيين. لكن أنا أعتقد بأن هذه الهجمات لم تؤثر كثيرا، هي استهدفت المدنيين بحق، هي أثارت مشاعر العراقيين بحق، ولكن تمت السيطرة صحيح، يعني بسمراء تم رفع حظر التجول وتمت السيطرة على الموضوع صحيح؟ نعم، هي حظر التجول يعني لم يدم طويلا، هي إجراءات تتخذها القوات الأمنية العراقية في أغلب التفجيرات في مناطق محددة، يعني ربما تكون في محلات صغيرة، لكن في سامراء اختلف الأمر، تم فرض حظر التجوال على كافة مدينة سامراء، وبالتالي رفع حظر التجوال يشكل بما معناه هو السيطرة بالكامل على الوضع الأمني في مدينة سامراء الذي مسيطر عليه منذ فترة طويلة. أنا أعتقد بأن تلك التفجيرات هي محاولات يائسة من تنظيم داعش للتأثير على القوات الأمنية. كان في تحضيرات لهكذا خطة من داعش لهكذا تغيير في تكتيكاته، وبالتالي كانت مهيئة القوات العراقية للتحرك والتصدي له إن كان في سمراء النجف أو غيره، أم أنه ثمة درس ممكن أن يستفاد منه من خلال ما حدث اليوم؟
لا، القوات الأمنية رفعت حالة التأهب بعد التفجيرات. المعروف أن القوات الأمنية في بعض المناطق هي على مستوى عالي من التأهب، لكن مناطق أخرى لم يكن متوقع أن يستهدفها داعش، لذلك أعتقد بأن الإجراءات جاءت بعد التفجيرات. لكن اليوم القوات الأمنية ربما لديها درس في بعض المناطق بأنها يجب أن تكون الإجراءات الأمنية في كل تلك المناطق، يعني بغداد، سواء النجف، سواء سامراء، خاصة وأن بعض المناطق التي استهدفها داعش هذه المرة هي مناطق آمنة منذ سنوات، ولا لا يتوقع أحد أن تحصل فيها تفجيرات. لكن عموما الإجراءات الأمنية في أغلب المدن العراقية هي إجراءات يعني في حالة من التأهب القصوى وليست حالة من التأهب الاعتيادية. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة من جدة، الخبير الأمني والعسكري سيد داود السعدي.